بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه سائلة استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة، بقي لها مجموعة أيضا من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: ما حكم إعجاب الإنسان بصوته في قراءة القرآن بغير إرادته؟ هل يكره ذلك وهل يأثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن إعجاب الإنسان بعمله هذا يعد من المحذور، وهذا قد يؤثر على العمل أو يحبطه، لأنه يدخل في الرياء ويدخل في السمعة، وفيه غرور يصيب الإنسان بنفسه وبعمله. فلا يجوز للإنسان أن يعجب بعمله أو بصوته في القراءة أو غير ذلك من أعماله الصالحة، بل عليه أن يعتبر نفسه مقصرا، وأن يعتبر نفسه دون غيره دائما وأبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسابقة إلى الخيرات. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الإنسان دائما يعتبر نفسه مقصرا في العمل، فكيف يعجب بنفسه؟ إذا شعر هذا الشعور وأنه مقصر، فإنه لا يعجب بنفسه، وإنما يعجب بنفسه من يرى أنه كمل العمل الذي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تقول سائلة: ما حكم استعمال وقتنا الورق الذي يوضع عليه الزعفران ويقرأ فيه؟ ما الحكم؟ من يفعل ذلك مأجورين؟ لا بأس بكتابة الآيات في ورقة أو في صحن ثم يغسل ويشرب. رخص بعض السلف كالإمام أحمد لذلك، لأنه من الرقية، يدخل بالاستشفاء في القرآن ويدخل بالرقية. وأما القراءة على الزعفران، هذا أمر غير مشروع. القراءة على الزعفران، قال هذا الزعفران المقروء عليه، هذا غير مشروع. وإنما الذي ورد القراءة في الماء والنفث في الماء، أو كتابة الآية بالزعفران أو بغيره من المداد، ثم يغسل ويشرب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة لها سؤال عن الجامعة. تقول فضيلة الشيخ: لأنها طالبة في الجامعة، وأنا في خوف دائم من التدريس، لأنني أرى بأنه أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، فهل في رأيكم إذا طلبت للتدريس وعينت مدرسة أن أدرس أم أرفض ذلك لأنني أخاف مأجورين؟ عليك بالاستعانة بالله والتوكل على الله، والتدريس مع النية الصالحة عمل صالح. تدريس الدروس الدينية مع النية الصالحة عمل صالح، لأنه من نشر العلم ومن التدريب على الخير، فهو عمل صالح وقدوة صالح. وأما الخوف، هذا إنما هو من الشيطان، وهو جبن، فعليها أن تستعين بالله وأن تستعيذ من الشيطان الرجيم، وأن تحرص على تعليم العلم النافع. لكن لا بد من انضباطها بالآداب الشرعية للنساء، بأن تخرج وهي متسترة وغير متطيبة، وأن لا تركب مع سائق غير محرم لها. فإذا التزمت بالآداب الشرعية وقامت بتدريس العلوم النافعة، فإنها تؤجر على ذلك، وهذا عمل صالح. وأما الخوف، هذا لا محل له، لأن هذا من الجبن ومن التخذيل عن الخير. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يقدم نصيحة للمدرسين والمدرسات بالإخلاص في أعمالهم وأداء الأمانة على الوجه الأكمل، وتوضيح عقوبة من يخل بهذه الأمانة. نعم. المدرس والمدرسة عليهم أمانة عظيمة، لأنهم يتقاضون راتبا في مقابل عملهم، فعليهم أن يوفوا العمل الذي كلفوا به، وأن يقوموا بالتدريس على الوجه المطلوب حتى يحصل النفع وحتى تبرأ ذمتهم، لأن هذا أمانة. وعليهم أيضا أن يكونوا قدوة صالحة، لأن الطالب يقتدي
يقتدي بالمدرس، فعليهم أن يحسنوا أعمالهم وأن يظهروا بالمظهر اللائق ويلتزموا الآداب الشرعية، لأنهم يربون أجيالا ولأنهم يقتدى بهم من قبل تلاميذهم، عليهم أن يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وفي مظاهرهم من الالتزام بالسنة، والتزام المرأة بالذات التزامها بالحجاب، لأن الطالبات يقتدين بها، عليها أن تلتزم بالحجاب وبالآداب الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة لها سؤال عن معاملة الجيران، تقول فضيلة الشيخ: لدينا جيران وعندما نحتاج أي غرض فإننا نأخذ منهم وهم كذلك وهم راضون ونحن كذلك، وقد نزيد على الأخذ منهم أكثر من أخذهم منا أو العكس، فهل يجوز ذلك؟ وهل ندخل في السائلين مع العلم بأن الجميع متفقين على ذلك؟ حسن الجوار مطلوب، ومن ذلك قضاء حاجة الجار، يحتاج إلى عارية، يحتاج إلى إناء، يحتاج إلى قرض، يحتاج إلى أي شيء وهو عندكم، فإن بذله له من حسن الجوار، وليس لذلك حد، بل هذا بقدر الحاجة، وما دام الإذن موجود والسماح موجود من الطرفين فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا أخوكم عين ميم ألف يقول: كنت أعمل مدرس في المملكة في السنة الماضية من شهر 9 إلى 7، يعني حوالي 10 شهور، وكان راتبي 1930 ريال، وبعد انتهاء العقد نزلت إلى بلدي ومعي 7500 ريال، وبعد شهرين تقريبا احتجت لذلك المبلغ في بناء منزل ولم يتبقى منه إلا القليل، هل علي زكاة في ذلك المبلغ وكيف تتم زكاة المرتب؟ إذا تم عليه سنة وهو عندك فإنك تزكيه، إذا بلغ النصاب وتم عليه سنة 12 شهرا من تملكك له فإنه تجب عليك الزكاة بأن تخرج ربع العشر، أما إذا كان ما تبقى لم يتم عليه الحول وهو دون النصاب، يعني ما صرفته لم يتم عليه الحول وما تبقى هو دون النصاب، فليس عليك زكاة لا فيما أنفقته لأنه لم يتم عليه الحول ولا فيما بقي لأنه دون النصاب، إلا إذا كان لك مال آخر تضمه إليه فإنك تزكيه معه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: زوجتي أفطرت 4 أيام في رمضان بسبب عذر شرعي، وبعد عدة أشهر حصل لها حمل ولم تستطع القضاء حتى دخل رمضان الثاني، وعندها كانت في شهور الحمل الأخيرة، وبعد ذلك دخلت في فترة الرضاعة، ثم دخل عليها رمضان الثالث، وقبله قامت بقضاء 4 أيام، ولكنها لم تقضي الشهر الثاني من رمضان، ماذا عليها من أحكام شرعية؟ القضاء واجب عليها على كل حال، قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن القضاء يكون على الفور إذا أمكن مبادرة، فإن لم يمكن ذلك فإن لها التأخير إلى أن يزول عنها العذر، ولو مر عليها عدة رمضانات فلها التأخير ما دام لا تستطيع القضاء، فإذا زال العذر واستطاعت القضاء فإنها تبادر بالقضاء ولا شيء عليها غير القضاء. نعم. يقول السائل في ثالث أسئلة بأنه ملتزم ويحمد الله، يقول: وقد طلبت من زوجتي بارتداء الحجاب وستر وجهها وكفيها فوافقت على الفور والحمد لله، لكن المشكلة أن لزوجتي أخوات في سن الزواج ويأتينا لزيارتنا ومساعدة زوجتي ويسلمن علي، وإذا رفض غضبنا ولا يأتينا لزيارتنا مرة ثانية، هل علي شيء إذا سلمت عليهن؟ وكذلك عمات وخالات زوجتي، هل علي شيء إذا سلمت عليهن، علما بأن الأعمار فوق 50 سنة تقريبا؟ نعم، الحجاب واجب على المسلمة، وليس هو من باب العادات والتقاليد، بل هو حكم شرعي يجب على المسلمة إذا بلغت أن تحتجب، بمعنى أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولو كانوا أقارب لها كأبناء عمها أو أبناء خالها أو كانوا أخوة لزوجها، إنه يجب عليهن الحجاب، وهؤلاء إن التزمن بالحجاب فسلم عليهن ومكنوهن من الزيارة لبيتكم، وإذا لم يلتزمن الحجاب فامنعوهن من زيارتكم، لأن هذا منكر لا يجوز إقراره، ولا يجوز لك أن تسلم عليهن وهن سافرات، بل عليك أن تمتنع من السلام عليهن، وعليكم أن تمنعوهن من زيارتكم حتى يلتزمن بالحجاب. نعم. أخيرا يسأل هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم مأجورين أن توضحوا لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
والفقرة الأخرى ما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدونة ومحفوظة في الأحاديث الصحيحة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه، ثم وضع يديه على صدره بقبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعهما على صدره، ثم يستفتح بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيرها من الاستفتاحات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن إذا كانت الركعة الصلاة ثنائية صلاة الفجر، أو وإن كانت الصلاة أكثر من الثنتين فإنه في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة، ثم يركع ويمد ظهره، يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ومفرجتي الأصابع، ويمد ظهره عليه الصلاة والسلام، ويكون رأسه بحيال ظهره لا يخفضه ولا يصوبه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ويكرر ذلك، ويدعو الله عز وجل المغفرة، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد، يعتدل قائما ويطيل الاعتدال حتى يقول الحاضر إنه قد أوهم أي قد نسي، طيل الاعتدال، ثم يقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يسجد على سبعة أعضاء على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بما تيسر من الدعاء، ويلح في السجود ويكثر من الدعاء لأنه مظنة الإجابة، ثم يرفع رأسه ويقول الله أكبر، ويجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ثم يسجد السجدة الثانية مثل التي قبلها، ثم يصلي بقية الصلاة على هذا النمط مع الطمأنينة ومع الخشوع ومع إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كما وردت، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وأما الصلاة والسلام عليه في غير التشهد فيكفي أن يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على نبيك محمد، فيكفي هذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة من الرياض تقول فضيلة الشيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم الحديث، والسؤال هل كل من أصيب بمصيبة يدل على محبة الله له، وكيف نوفق من يصيبه المصيبة بسبب الذنوب أو من تصيبه المصيبة بسبب الذنوب، حيث أن الذنوب تجلب المصائب، وبين من يصاب بابتلاء فالحروب مثلا تصيب الديار أو مصائب أخرى، كيف نعرف أن هذه من الذنوب أو من الابتلاء مأجورين؟ نعم، المصائب كلها بسبب الذنوب، قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولكن المصيبة للمؤمن فيها خير له، لأن الله يمحص بها ذنوبه ويكفر بها خطاياه حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة كما في الحديث، وهذا يدل على محبة الله للمؤمن أنه يطهره في الدنيا من الذنوب حتى يوافي الآخرة وهو مطهر يدخل الجنة. وأما الكافر فإن الله يمسك عنه ويغدق عليه النعم استدراجا له، لأن الله لا يحبه فيستدرجه بالنعم ليزداد من الكفر ويزداد من المعاصي حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه يكون في النار والعياذ بالله. نعم. السائلة تقول فضيلة الشيخ كلنا يعرف بأن الشيطان حريص على دفع الإنسان للشر وإبعاده عن الخير وسبله، وسؤالي هل الشيطان يدخل في صلاة الاستخارة ف
فيحبب للإنسان الشر وينفره من الخير. أرجو التوضيح، بارك الله فيكم. لا شك أن الشيطان عدو للإنسان وأنه لا يريد له الخير ويحاول، لكن المسلم إذا قام في صلاة الاستخارة ودخل على الله عز وجل فإن الله يبعد عنه الشيطان ويدله على الخير مما تردد فيه، يدله على الطريق الذي هو خير له، لأنه قام بين يدي الله ولجأ إلى الله واستخاره بعلمه تقدره بقدرته وطلب منه أن يدله على خير الأمرين، والله قريب مجيب ولا يكون للشيطان عليه سبيل في ذلك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤال لها: يا فضيلة الشيخ، سمعت أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. السؤال: هل من زاد على هذا التحبيح لا يحصل له ذلك؟ بل يحصل له ذلك إن شاء الله وزيادة، كل ما أكثر الإنسان من الخير فإنه يزيد أجره ثوابه عند الله عز وجل. نعم. تسأل عن معنى حديث وهل هو وارد، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي ببلاء فكتمه 3 أيام صبرا واحتسابا كان له أجر شهيد، هل هذا الحديث صحيح؟ لا أعرف هذا الحديث ولم أقف عليه، ولكن الصبر عند المصائب مطلوب شرعا وفيه أجر عظيم. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا شك أن الصبر والاحتساب على المصائب وعلى الآلام أنه مقام عظيم من مقامات العبودية، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر جاء ذكره في أكثر من 90 آية من كتاب الله عز وجل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، مما يدل على أهمية الصبر. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذا يدل على أهمية الصبر والاحتساب، وأما تحديده بأيام أو هذا يحتاج إلى دليل، الصبر مطلوب دائما وأبدا. نعم. هذا السائل مصري ومقيم بالرياض، نختم به بسؤاله هذه الحلقة، يقول: فضيلة الشيخ، كيف يقوي الإنسان من إيمانه في هذه الحياة وما الأسباب المعينة على ذلك؟ يقوي الإيمان بأمور كثيرة: ذكر الله عز وجل، محافظة على الصلاة ومجالسة الصالحين، تلاوة كتاب الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالأعمال الصالحة لا سيما الصلاة وما ذكر في هذه الآية، ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستماع له، كل ذلك مما يزيد في إيمان المؤمن. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما قرر ذلك أهل العلم. نعم. هذه السائلة من الرياض فضيلة الشيخ تقول: أرجو عبر أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح فوزان حفظه الله، تسأل: حكم نتف الأنف حيث يوجد به شعيرات صغيرة وكأنها حبيبات سوداء؟ لا بأس به، يعني من داخل الأنف ولا من خارج؟ من داخل الأنف. من داخل الأنف لا بأس، إذا كانت تتأذى بهذا الشعر فإنها لا بأس أن تزيله إزالة للأذى. نعم. أحسن الله إليكم، تسأل عن النعاس، هل ينقض الوضوء شيخ؟ النعاس من الجالس لا ينقض الوضوء، أما النوم من المتكي على شيء أو من المضطجع على الأرض فإنه ينقض الوضوء، قليله وكثير، لأن الإنسان لا يتمكن من نفسه. أما النعاس من الجالس المتمكن من نفسه فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم وهم جلوس ثم يقومون ويصلون. نعم. من أسئلتي يا فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول: هل كريم الفكس يفطر إذا ادهن به الشخص وهو صائم؟ لا يفطر، جميع الأدهان، الفكس وغيره، جميع الأدهان التي تستعمل على الجلد لا تفطر الصائم ولا بأس باستعمالها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للمفتاء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا ولكم، شكرا لحضراتكم، يجمعنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين نترك